في هذا الفيديو سنشاهد محمد غنايم أنه يتحدث عن التنويم المغناطيسي. شاهد الفيديو إلى الآخر، وكل من يريد دورة تكوينية في التنويم المغناطيسي أو جلسة علاجية في التنويم المغناطيسي ما عليه فقط التواصل معنا على الواتساب، والرقم ستجدونه على الشاشة وعلى الوصف. شاهد الفيديو إلى الأخير. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. انظر إلى هذه الساعة واستمر بالنظر إليها، وعند شاهد الفيديو لنهايته. قد يكون تأثير هذا المقطع قليل على فئة منكم وربما كبير على فئة أخرى، ولكن من المؤكد أنك ستشعر بشيء مختلف في نهايته وسترى العالم بأبعاد مختلفة. لنبدأ على بركة الله. استرخي وحاول التركيز واجلس في مكان هادئ. الآن أريد منك أن تقرأ الحروف التي ستظهر في منتصف الشاشة. ابقي نظرك في منتصف الشاشة واستمع لصوتي أثناء ذلك. تمام؟ ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو، زين، حاء، طاء، ياء. الآن انظر إلى الصورة التي أمامك، ماذا ترى؟ ترى عين تتحرك، صحيح، ولكن الصورة ثابتة في الحقيقة وأنت فقط من يراها تتحرك. لنجرب مرة أخرى ولكن بطريقة مختلفة. أريد منك أن تنظر إلى النقطة الحمراء في منتصف الشاشة. حاول التمعن بها بحيث لا تنظر لأي مكان آخر حتى أخبرك. تمام؟ استمع لصوتي خلال مشاهدتك لتلك النقطة. ستشعر أن الصوت يتحرك في عقلك، وهذا تأثير صوتي لا أكثر، ولكنه يساعدك في التركيز. ربما ستشعر بنوع من الغرابة، ولكن لا يهم، استمر بالنظر إلى تلك النقطة. الآن انظر حولك في المكان الذي أنت به. تلفت، ماذا ترى؟ كل شيء يتحرك بطريقة غريبة بأبعاد مختلفة، صحيح؟ انظر لي الآن. الآن خذ نفسا عميقا واستعد للتجربة التالية، واحتاج منك لهذه التجربة أن تغمض عينيك. اتفقنا؟ وأن تستمع لصوتي فقط وتتخيل ما أخبرك إياه. تمام؟ أغمض عينيك. تخيل حبة ليمون صفراء جدا، أنت تمسكها بيدك، تشعر برائحة الليمون الخفيفة. ثم قمت بقطع حبة الليمون لقسمين، أمسكت قسم وعصرته في فمك، الطعم حامض جدا. الآن افتح عينيك، كيف تشعر؟ هل تشعر بلعابك يسيل؟ مما لا شك فيه. بمعنى آخر، من خلال الصوت يمكن أن يتحكم في اللاوعي الخاص بك. ومن هنا أحببت أن أبدأ معكم هذا الموضوع الشيق، ألا وهو التنويم المغناطيسي. أريد منك الآن أن تبقى مركز ومسترخي، لأن التجربة التالية لو ركزت فيها جيدا ربما ستنسى اسمك. الآن أريد منك أن تخبرني ما هو اللون الذي تراه على الشاشة بسرعة. طبعا لا تخبرني ماذا كتب، بل أخبرني باللون الذي كتب به النص. تمام؟ ما هذا اللون؟ تلاحظ أن الأمر كان صعب عليك، صحيح، وهذه تسمى بتجربة ستروب. أظهرت الدراسات أن التنويم المغناطيسي له قدرة على تعطيل الاستجابة الحقيقية لك، ولكن لو عرضنا الألوان بنص لا تفهمه سيكون الأمر أسهل عليك. مثلا تلاحظ أنك تستطيع قول اللون بشكل أسرع إلا في حال كنت تعرف اللغة التركية، لأن النص كتب باللغة التركية. هذه الصعوبة التي واجهتها تعود لأن القدرة على القراءة تشوش على القدرة على فهم اللون، وهذا الجانب يتم التنويم مغناطيسيا. التنويم المغناطيسي أحبتي في الله كما اعتدنا مشاهدته في الأفلام أنك تستطيع التحكم بتصرفات شخص ما، مثلا تأمره أن يرفع يده فيفعل، أو تأمره أن يمشي فيمشي. ولكن صراحة هناك جدل علمي حول هذه الظاهرة، فالبعض كذبها وادعى أنها مجرد تمثيل، والآخر صدقها أدلة علمية. وهنا طرحت دراسة في جامعة هارفورد حول تأثر الناس بالتنويم المغناطيسي، وملخص هذه الدراسة كما في المنحنى الذي أمامك. فقسم من الناس لا يؤثر عليه إطلاقا التنويم المغناطيسي، وسيخبرك بكل استغراب أنه لم يشعر بشيء. وقسم آخر يمكن أن تتحكم في اللاوعي الخاص به بشكل كامل، كأن تخبره أن يرفع يده فيفعل. والقسم الأخير قد يصل به الأمر إلى فقدان الذاكرة المؤقتة، أو يصبح لديه هلوسات بصرية وسمعية، كأن يرى التفاحة قلم مثلا ويكون مقتنع تماما بأنه قلم مع أنه تفاحة. لماذا أخبرك بهذا الأمر؟ لأنك ربما من خلال التجارب السابقة لم تشعر بشيء، أو ربما تشعر الآن بنوع من التوهان وهذا سبب ذلك. ولكن لا تقلق، الأمر غير مضر صحيا، لأن التجارب السابقة كانت
محاكاة للتنويم المغناطيسي وليس التنويم المغناطيسي. طبعا لم أقم باستخدام أساليب تنويم حقيقية معك، لأن القانون في أغلب الدول يمنع منعا باتا استخدام أساليب التنويم المغناطيسي بدون رخصة، يعني يجب أن تمتلك رخصة مرخصة أو سارية من وزارة الصحة. تخيل، يعني الأمر لا يستهان به، لأنك لو كنت من الفئة الثانية في التأثر في التنويم المغناطيسي يمكن سرقة جميع أموالك وأنت في حالة لا وعي. وهذا يقودنا صراحة لفكرة، هل يمكن للقانون محاسبة أشخاص قتلوا مثلا وهم تحت التنويم المغناطيسي؟ لأن القاتل بكل بساطة سيخبرك أنه كان في حالة لا وعي وكان متحكم به، وهذا الأمر صراحة ومع غرابته الشديدة صحيح. فهناك قصة لرجل بريطاني استيقظ من نومه فوجد يديه ملتفة حول رقبة زوجته وقد قتلها، وكان هذا الرجل يعاني من مشاكل واضطرابات في النوم، وهي حالة قريبة من التنويم المغناطيسي. يعني لو قمنا بتحليل الإشارات الكهربائية لدماغك أثناء النوم وأنت تحلم ستكون قريبة ومشابهة للإشارات الدماغية في حال كنت تحت التأثير أو التنويم المغناطيسي. الشاهد أن هذا الرجل كان يحلم بأن هناك لص في بيته ويحاول قتله، ولكنه في الحقيقة كان يقتل زوجته. الأمر صراحة مرعب. ولكن بعد عرض قضيته على المحكمة وبوجود الأدلة الطبية التي تؤكد إصابته باضطرابات النوم، لم يوجه له تهمة القتل. تخيل. فعلى مستوى تركيا، ممارسة التنويم المغناطيسي بدون رخصة تعتبر جريمة جنائية تعاقب عليها بالسجن والغرامة المالية. ننوه أن التجارب التي قمنا بها لا تعتبر تنويما مغناطيسيا، بل هي مجرد أمثلة تعطيك تصور لما يشعر به النائم مغناطيسيا. فأنا شخصيا لا أعرف أساليب التنويم الحقيقية، ولو أعرفها لن أستخدمها ضدك. طبيا يستخدم هذا المجال حقيقة على أرض الواقع مع المرضى الذين يعانون من ألم مزمن، وهي حيلة للتحايل على الدماغ لتوقف الألم، مثل مشاكل الصداع واضطرابات النوم. يوجد حالة طبية تسمى بوهم الأطراف، وهي حالة يشعر بها المريض بألم شديد مكان الطرف المقطوع، وبالتالي آلام مزمنة عافانا الله وإياكم. طبعا هنا أمر آخر أود التنويه إليه. في الدراسة التي طرحت في جامعة هارفورد جاء أن سبب عدم تأثر فئة من الناس بالتنويم المغناطيسي يعود لنقص في نشاط منطقة ما في الدماغ، أن التنويم المغناطيسي يعتمد على نشاط الدماغ بشكل كبير، فيكون الجسم في حالة استرخاء تام ولكن نشاط الدماغ مرتفع، وهكذا يتم الوصول إلى اللاوعي الخاص بالمريض. طبعا هذه ليست مشكلة بك، بل هي بصمة واختلاف لا أكثر بين البشر. قد تقول يا محمد، الآن من سيضع اللاوعي الخاص به بين يدي معالج ربما يتحكم به؟ طبعا هناك حالات كثيرة، مثل من يعانون من إدمان التدخين أو الوزن الزائد أو الاكتئاب أو الألم المزمن. فالتنويم المغناطيسي نوع من العلاج ينطوي على وضع المريض في حالة تشبه الغيبوبة بهدف تعزيز التركيز، وبالتالي يكون المريض أكثر استجابة للاقتراحات مثل الإقلاع عن التدخين. عادة ما تستغرق جلسة العلاج بالتنويم المغناطيسي نحو ساعة. يكون المريض لا زال واعيا، لكن يصبح جسده أكثر استرخاء والعقل أكثر استجابة لاقتراحات المعالج، وهذا الكلام وفق ما جاء في موقع ويب طب. على المستوى الشخصي لا أؤمن كثيرا بهذا النوع من العلاج، ولكنه موجود وقائم وله رخصة طبية، وهذا أمر يشترك به أغلب الأطباء العضويين، لأنهم يؤمنون بأن العلاج لابد أن يكون عضويا لا نفسيا، خصوصا في حالات الألم المزمن. ونفس الأمر ينطبق على الأطباء النفسيين الذين لا يعجبهم قول تلبس بالشيطان أو الجن، لأنهم يؤمنون أن أي حالة نفسية يجب أن تعالج نفسيا. طبعا نحن تكلمنا عن موضوع المس والجن في حلقة كاملة وفصلناه من جميع الجوانب، يمكنكم مشاهدة